نروح للكابتن سلطان. لقاء ممتع ولقاء يوضح فارق كبير بين مدرب يختار الأسلوب الأمثل ويتعامل مع مراحل اللقاء بأكثر من طريقة وأسلوب تتناسب مع الموقف، بمدرب بدأ بتشكيل خاطئ، بتوظيف خاطئ، بحتى خيارات وتغييرات خاطئة، وأتكلم عن تغيير أبو بكر اللي كان العلامة الفارقة في هجوم النصر. مدرب الاتحاد في مبارتين سجل 9 أهداف، هذا الفريق اللي الأجمل فيه أن النجومية للمجموعة في أول شيء التأثير، للمجموعة في الانضباط، للمجموعة في التعامل والشخصية اللي ظهر فيها الفريق لآخر اللقاء. وأتكلم عن عناصر رئيسية صنعت هذا التفوق، أولها قروهي اللي معه مرمى الاتحاد في أمان، وشفنا كيف تأثيره في مباراة اليوم. تكلم عن كريم الأحمدي إلا لآخر اللقاء وهو يدور منظومة الوسط بكل إتقان، يدير وهذاك ما ادري وش قايل محمد الشيخ. نتكلم عن كورنادو اللي في كل مباراه له تاثير، وتاثير فارق اما بالتسجيل او بالصناعه. نتكلم حتى روما وكيف انضباطه مع المجموعه. اتكلم بشكل اهم وذكره استاذ جمال، تغييرات المدرب، تغييرات ما فيها رهبه، تغييرات تصنع الفارق، وشفنا تاثيرها اليوم بعد التغييرات. كل من دخل بتغيير اثر بالتسجيل او الصناعه. طيب.